الخبر اللي بعد كده، المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن متابعة غرفة عملياته المركزية والغرفة التابعة لها بفروع المجلس في محافظات الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، أسوان، وغرفة عمليات مكتب الشكاوى في المجلس لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، واللي بتجري في دوائر 13 محافظة مختلفة، هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، اسكندرية، البحيرة، مطروح. بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، المجلس جدد دعوته للمواطنين ممن يحق لهم الانتخاب في دوائرهم المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتبار هذا واجب وطني وحق دستوري. الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور صلاح، يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان كيف تابع الإعادة في الجولة الأولى؟ هو طبعا تعرف حضرتك انه في مكاتب للمجلس في كثير من المحافظات، من اسوان واسيوط، شباك، بني سويف، الفيوم، وفي الجيزه طبعا المركز الرئيسي، ومكتب الشكاوى، وفي اسكندريه. طبعا في المرحله دي تتميز ان هي يعني عدد المرشحين اللي فيها قليل، فمش هيبقى الاقبال بالشكل الكبير اللي كان في المرحلة الأولى. لأنه دلوقتي مترشحين 220 ومطلوب 110 مقعد، يعني تقريبا أعلى اتنين خدوا أصوات في كل دايرة للمقعد الفردي. فطبعا هنا العدد اللي هيروح مش هيكون نفس العدد اللي راح قبل كده، لأنه كان في كل دايرة مرشح 20 و30 و40 مرشح، فكان كل واحد بيحشد الناس بتاعته. تمام. فعشان كده هتلاقي الإقبال أقل شوية. لكن كان في سمات إيجابية. إيه هي؟ التأمين كان عالي جدا، الإجراءات الاحترازية مطبقة بشكل يعني كبير جدا. كويس خالص. كمان يعني برغم إنه في كلبية عدم وجود أسانسير في اللجان اللي فيها دور تاني، إلا إنه بعض السادة القضاء كان بينزل لو ما فيش، لو في حد من كوارث السن مش قادر يطلع، او حد من ذوي الاعاقه. هل يا فندم في اي خروقات او اي انتهاكات تم رصدها من خلال الفرق والغرف الرصد بتاعت حضراتكم؟ يعني ما فيش حاجه يعني مختلفه ولا فجه، هو فقط خرق الصمت الانتخابي في توجيه عربيات توجه الناس للناخد لمرشح معين، او يعني بعيد عن المقر الانتخابي يتم توجيه لاحد المرشحين، وده طبعا بنشوفها يعني متكرره في كل المشهد الانتخابي. لكن هذا التوجيه ما يعني المجلس القومي لحقوق الانسان مش بيتخذ ضده اي اجراء لانه خارج الحرم. يبلغ عنه. يبلغ عنه اللجنه العليا للانتخابات ان في المدرسه الفلانيه في الشارع الفلاني في كذا كذا. كويس خالص. اذا كان في دائره الانتخاب طبعا هم يبلغوا هو الامن، اذا خارج دائره الانتخاب يعني ما بيبقاش ذو اهميه كبيره. تاثير كبير. بشكرك جدا دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والحقيقه ان عدد كبير